السيد الرئيس. مرحبا معالي الوزير بكم وبالطاقم المحترم المرافق لكم. معالي الوزير، انا استوقفني في الميزانيه وفي تقرير اللجنه هي العباره المستفزه شوي، اللي هي النمو المتسارع والرفاه المشترك. ظهر لي ملانة عن حد من اهل موريتان زار ادواب والريف والترحيل، يدور يطالب الحكومه والناس المعنيه بتفصل معه الكلمات به، اللي مستفزين للناس الضعاف وهي الاغلبيه الساحقه في المجتمع. بالنسبه للميزانيه فملاحظات عامه، بعضها يتعلق بكم وبعضها يتعلق بتقاطع قطاعات اخرى مع قطاعكم. الاشكال الاول عن المشكله قاع ما هي في طرح الميزانيه من راسها، وانما في التنفيذ. نختار وتمييلات اللي ينفذ يرجع الجمعيه به. وفهم قضيه التعديل اللي عاد يكاد يكون هو اصلا استثناء، يا غير عاد هو القاعده. صحيح انه قانوني، يا غير ما فرع عليه تم كل مره يخلق. وفهم مساله نوقشت انهارات لجنه الماليه، وهي قضيه النقاش القبلي مع النواب سبب التقدم تون المقترح، وهي ظاهر عنها فكره افضل التقارب وجهات النظر. فم ملاحظات كنت نختارها تخلق في تعديل شيء من البنود، والاول منها قضيه التعليم. هل موريتانيا اليوم كاملين موالاه ومعارضه ونظام وشعب يجمعون على ضعف، حتى لا اقول فشل، التعليم بجميع اصنافه؟ كنت نختار هذه الميزانيه تبوب على ميزانيات مضاعفه لوزارتي التعليم، يا كنت تخلق من الامكانات بعد قاع اللي قد يغير به، وخاصه التعليم الاساسي. وطبعا على اضافه الى ذلك تعليم، فم مشكله الصحه، كنت نختارها زاديه مولي اللي يبوب عليها بيد الله هي التالب توفي فشل. وهذه القطاعات الاثنين اذا ما عدلنا فيهم قفزه نوعيه ما نقدر نتقدموا. كنت نختار يخلق تبويب زاد يعود مولي معتبر على قضيه الرواتب للصغار الموظفين، المعلمين، الاساتذه، الجنود، عناصر الشرطه والدرك، الحرس. واهر يعني هذه الصغار الموظفين اللي يتقضاوا اليوم 70 و80 ألف اغلبيتهم ما يقدروا يكروا بها دار ولا يقدروا يكروا بها مدرسه. واحنا حكومه متوافقين على التعليم الرسمي انه يكاد يكون باحسن العبارات ضعيف جدا لعاد ما هو فاشل. كنت نختار، وهذا هم بما يتقاطعوا بينكم والمشرعين، قضيه وسائل الرقابه والتفتيش. احنا عندنا مشكله كبيره في قضيه الفساد، قضيه الشفافيه، وقضيه التسيير والصفقات. وهون وسائل الرقابه والتفتيش تبعيتها للجهاز التنفيذي واهري عنها نوع من العبث. ما تقعد مفتشة الدوله ومحكمه الحسابات والمفتشات الاخرى تابعه للجهاز التنفيذي، ما عاد منك الخصام وفيك الخصم والحكم. وهي اشكاليه هون ومتعلقه بكم انتم وبنا احنا وبجهات اخرى. كنت نختار البنود تتعلق بتمييز الصالح الطبقات المهمشه، التمييز الايجابي، خاصه الوكاله نعرف لها شيء بهلي. هاي الناس اللي ما انطات لها ليد بصفه ملفته ما هي قاعده تدارك موريتان اخرى. وهري عنا حتى الوسيط الاداري والسلطوي في غالب الاحيان ما هو وسيط محايد. به الدوله ما فاتعت مؤسسات مدنيه مستقله عن تاثير المجتمع، والمجتمع نعرفه افرازات تراتبيه. ولذلك في الاستثمار الداخلي لا وجد الدوله مشاريع للسدود والله للنقاط الصحيه والله للمدارس. عياده تقيس الناس فاصله يا غير جولي واحدين افصل منها في ادواب مثلا. ولذلك نختار كنت المؤسسات اللي عندها طابع تمييزي يعطى لها اولويه زاديه في التمويل. نختار نقول من هذا المنبر عن هذا قالوا النواب عندهم مشكله كبيره في الولوج المعلومات، خاصه ما يتعلق بالصفقات وبالتفتيش والصناديق الخاصه الى اخره. ولاهر يعني لما يعود هم ولوج حقيقي للنائب وسهل للمعلومات، هو قاعد يتم حكم على 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 الصوره سلبا او ايجابا، لا حكم مجتزا. معالي الوزير في نقطه الامن نختار نكررها، الامن ثم الامن ثم الامن. يا الله يركز عليه في الميزانيه في قضيه تطوير العناصر وقضيه شفافيه اكتتابهم والترقيات والتجهيز الى اخره. نختاركم معالي الوزير، لكن اللي قاعد يصلح من وقتكم تقدروا تزوروا فيها ادوابه والريف والترحيل ومثلث الفقر وتقيسوا الاطباء والحالات المستعجله لين تشوفوا واقع المواطنين. ونختاركم تزوروا المدارس العموميه حتى في العاصمه في البيكه هذه وتشوفوا واقعها بين الاهمال والمخدرات وتهالك البنايات. ونختاركم تكلموا الحماله عن ظروفهم وتصنتوا لهم وتصنتوا صغار الموظفين وتسمعوا اراء اباء ذيك السقط رايهم في الواقع اليوم ووسائل النقل العمومي. تسمعوا المواطن العادي الفقير الضعيف شو يقول اليوم عن النظام وش يقول عن الدوله وش يقول عن الواقع. اياك تسمعوا صوره حقيقيه ما هي صوره تجميليه. معالي الوزير فيه نقطه في الثواني ما زالوا لي وصلتني اليوم في قضيه النفاذ الشامل. قد تكلمنا هون عنها في لجنه الماليه وكلمنا عنها الجهات المعنيه. هاي الوكاله وصفات، كيف صفات سنيم وكيف فلسه سوني ماكس؟ يا غير فيها 80 كادر اغلبهم مهندسين
وش من العمال المتميزين اللي مصيرهم كي مصير عمال الآخرين. وصلني خبر ما هو مبشر عنه مع كامل الأسف ما هو حول شر مؤسسات أخرى. نبغي نعرف ذات سيد الرئيس دابش.